تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن فايق صاحب أشهر ضحكة في تاريخ السينما المصرية، حيث بدأ مشواره الفني وهو في 16 من عمره في فرقة الهواة المسرحية. قدم حسن فايق العديد من المونولوجات النقدية للأوضاع خلال ثورة 1919 منذ أن انتقل لعالم السينما عام 1932، وشارك بحوالي 160 فيلما. رحم الله الفنان القدير حسن فايق بقدر ما أسعدنا بضحكاته وبأفلامه وأعماله الفنية.